خلينا ننتقل لموضوعنا لليوم وموضوعنا الاجتماعي كالعادة، موضوع الزواج أو الارتباط بشريك مناسب. بحكي لك أنه في عمر معين للزواج، والصبايا البعض يقول أنا إذا مثلا بعمر معين ما تزوجت بيكون فاتني هذا القطار. بحب أحكي شغلة كتير مهمة، الزواج ما إله عمر معين، والقطار لن يفوت أحد، والجميع صالح للزواج بأي فترة عمرية، طبعا من فوق العشرين، لأنه أنا أقل من 20 ما بستوعب هاي الفكرة. فما الواحد يغير حياته أو يغير مضمون حياته عشان والله عريس لقطة، زي ما ربنا خلق في غيره 6 مليار موجود على هذا الأرض، بعيدا عن اللقطة اللي إحنا دائما بندور عليها. بمجتمعنا الوحدة طبعا إذا تزوجت صغير بقول لك حرام، كثير متجوزينها صغير، وإذا تجوزت أو مثلا إجا صار عمرها 32-33 سنة بصيروا يقول لك فاتها القطار. صح. حتى الشباب لما بصيروا يدوروا حتى لو كان عمره كبير بصير يدور على البنت بالعشرينات، ما بده البنت اللي بعمر 30، فهيك يعني بيعتبروا أنه فاتها القطار. صحيح. والبعض الصبايا بتجوزوا وبكونوا مش مرتاحين بالجيزة، طب ليش تجوزتي؟ أحسن ما أضلني بالبيت كاتي، أنه عشان ما يحكوش فاتني قطار الزواج. بهذا الموضوع كتير 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 خطر، وكتير من الصبايا عم بتجوزوا عشان فقط الجيزة، والعديد من الحالات الطلاقة عم بتصير هالأيام. طب أنت يعني عم بتصيري كمان مطلقة بدل ما أنه يكون فايتة قطار. صح. الزواج. أنا لا ألوم المطلقة أبدا، بالعكس، في هناك يعني لازم يكون الطلاق، وهو دائما بيحكي لك أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن هو في بعض الحالات هو الحل الأسلم والأنسب للطرفين. ادرسي، تعلمي، سافري، روحي، تعالي، لا تخلي إشي يروح عليك. بالضبط. وبطل الفارس بيجي على الحصان الأبيض، يعني انسوا لي إياها هاي. إذا ما كنت أنت فارسة نفسك ستضيع فرصتك، صدقيني. طيب بس في شغلة كاثي، إنه الشاب إذا صار عمره 40 أو 50 أو 60 فهو عبارة، حتى شو ما كان عمره هو عبارة عن عريس لقطة. بس البنت إذا تعدى عمرها 33 بقول لك خلص. صح. ما في مجال. ليش هذا الموضوع بنطبق بس على الشباب؟ بأي عمر ممكن يتزوجوا، بس البنت عند سن معين بقول لك لا لا كتير كبيرة علي، هاي مستحيل، ما بقدر، بدها لسه كمان سنة، ما بنعرف شو بصير بعد سنتين، يعني بصير يقول لك بتكبر بسرعة بتهرم بسرعة. طب ليش؟ ما هي البنت كمان بتتعلم، إلها فرصة تتعلم. البنت أول ما بتتفتح عينيها على 20 لازم تتجوز وترتبط. بالضبط. هاي اسامه بيقول لي هي كاينه سياره تهرم بسرعه، انتوا اللي بتحكوا. والله. بالضبط. المعزوزه معزوزه والمدلوله مدلوله. بس البنات صراحه يعني هلا في بنات اكبر انجاز عندها انه انا اخطب واتجوز، خلصت الشهاده الجامعيه على عمر 20، يلا وين العريس؟ صح ولا لا؟ وينه؟ اما بالنسبه في، انا يعني شفت في بنات لعمر 30 بتقول لك انا لسه بكير. انا من وجهه نظري كاثي وللمشاهدين انه البنت بهذا الزمن، صار في بنات بيكملوا ماستر بيكملوا دكتوراه. صح. وصارت تحب البنت بتحب تسافر، وصار في عندنا حريه التفكير، وصار في شباب بيقول لك انا ما باخذ وحده اقل من مستواي التعليمي. صح. يعني ما بدور على بنت مثلا لسه صغيره فرفوره 20 21، بس في شباب لسه تفكيرهم محصور بانه انا بدي بنت ما طلعت لسه من البيضه وتفوت عندي على البيت. شوفي، أنا برأيي دائما الفتاة تزهر بعد 35. أنا بحب رقم 35، سن النضج. بتحسيها كان وقع الآيباد، بتحسيها شافت كل شيء واشتغلت تعلمت. لا بتعرف، هاي أسامة بحكي لي مش إنه عشان الحمل، لا، العلم تطور والعلم تقدم، وصار ممكن تتجوز على 25 وما تحبلش من هون لعشر سنين. ما في وللعلم طاعة. هم بيحكوا لك إنه أفضل البنت تحمل مثلا وتخلف ما بين 24 لل 30. أنا برضو بخالف هذا الإشي، لا، بيكون جسمها لسه بده كمان، لأنه أنت بحكي لك بعد ال 30. فبالضبط. بس برضو موجودة هذا، حتى الأمراض اللي بتكون بيقول لك بتكون سارية أكثر. أنا بحكي لكم لا، إذا العلم نتطور ممكن تيجي تعمل أنت فحوصات إذا كان هناك أمراض سارية، وتعمل الفحص لابنك أو لبنتك الموجود. صح. الجنين في بطنك، وتعرفي الحالة الصحية تبعته. أهم إنجازاتنا في الحياة هي مش الارتباط بالشريك الغير مناسب، لأنه في بعض الصبايا عم بياخدوا شخص مش مناسب بس عشان أنه أنا بدي أتزوج. فيعني نضلنا خلينا
نعمل هذه المؤسسة. صحيح أنا لسه يعني بآمن إنه الزواج مؤسسة ولازم تبنى على تفاهم من الطرفين. أنت مش ماخذها بس تضلك ماخذها والله عشان تجيب أطفال فقط، ولا هي ماخذتك عشان أنت بس تصرف عليها. أكيد هناك تشاركية ومحبة بين الطرفين، ونحن عم نشوف هناك مشاكل عديدة موجودة. ليش؟ لأنه والله أنا بدي هيك تمشي أو بدي هو هيك يمشي، ما حدا رح يتغير. خذوها قاعدة، خذوها نصيحة، ما حدا بتغير، ما فيش تغيير 180 درجة. لا. بدك تتأقلمي، وهي تنازلات بشكل أو بآخر. فنصيحة من أختكم الكبيرة، ادرسوا، اتعلموا، اشتغلوا، سافروا، روحوا، تعالوا، اتعبي على حالك. ايش بيحكوها؟ الزلمة موجود، موجود معبى شباب بها الدنيا. هذا كلام خطير. ما هو كثير انظلموا. اكيد انا معك سجود 100%. بس انا يعني في بنات خلاص بالنسبه لها الزواج الستره، في اهالي لحد الان ما بيصدقوا البنت تكبر عشان خلاص بسرعه تتجوز، وفي اهالي لا بقول لك لا خلي البنت لسه عندي. بس انا في شغله بدي اقولها، البنت يعني لما بتكون بعمر العشرين وواحد وعشرين وبتطلع لمؤسسة زي مؤسسة الزواج، ما أنت إذا بتأسس المؤسسة صح أنت نجحت المجتمع طبعاً بأكمله. طبعاً. فلما البنت بتكون لسه ما شافت إشي من حياتها وبدها تفوت على بيت، بدها تأسس، بدها تطلع جيل، بالضبط بالضبط حسب شو التجربة. فالبنت إذا أسست دخلت على هاي البيئة وأسست صح فأكيد رح ينجح المجتمع. أما إذا بنت جاهلة لسه بس موضوع جيزة وفستان أبيض وحفلة مع صحباتي، بالضبط حفلة مع صحباتي وأنا تجوزت وياي وخطبة وذهب وهاي القصص، هذا أكيد موضوع يعني سيء رح ينعكس له بعدين على المدى البعيد سلبيات كبيرة. يعني الذهبات رح ينبعن والفستان رح يرجع لل ورح تكنسي وتشطفي ورح تقعدي بالدار وبالضبط يا ما القرد عماله بروح المال وبيضل القرد على حاله. لا نحن شوفي هلا هناك في العديد من الحالات الزواج الناجحه، يعني اللي تجوزوا مثلا 22 23 سنه نجحوا زيجتهم، ولكن نحن بنحب نوعي اكثر. اذا انت تجوزتي 22 وربنا اعطاكي زوج صالح، من هاي الفرصة ما راح تتوافر لأي صبية تانية. يعني احنا بنشوف هناك العديد من الصبايا بيكون عمرها 23-24 سنة انفصلت عن زوجها ومعها ولد وولدين. حتى إذا أنت تجوزتي بعمر صغير شوية قبل الإنجاب، يعني عطي سنة هيك سنة ونص قبل إنجاب أول طفل، أنت بتعرفي شريك حياتك وشريك حياتك بعرفك، أنتوا جايين من بيئتين مختلفتين، إلا ما يصير في إشكاليات بأول سنة، مستحيل تكون سمن على عسل إلا إذا أنتوا علمونا عشان إحنا نمشي بهذه. عشان نرجع أول سنة. يعني الاختلاف موجود ولازم نتعامل معه ونتعاون معه. طبعا غير الطلاق اللي بيكون قبل الدخول واسبابه اللي هو الزواج ببنات بيكونوا كثير صغار وبكون الموضوع مش مفهوم عندهم. طيب كاتي هذا رايي ورايك، خلينا نشوف كاميرا الاردن اليوم رصدت راي الشارع الاردني حول موضوع ما هو العمر الذي تتوقع بعده يفوتك قطار الزواج، وله وهل هنالك عمر مناسب للزواج؟ خليكم معنا خلينا نشوف هذا التقرير. المناسب يكون 30 32 بكون الواحد واعي وراكز. المرأة يعني على 18 على 20 منيح. هلا اكيد الرجل او المرأة بفوتهم القطار بسن معين، فيعني مفروض الرجل ما يتجاوز 40 يتزوج قبل 40. هو سن كسن علميا هو السن اللي بيكون قادر فيه على الزواج، الاستطاعه العقليه والاستطاعه النفسيه والاستطاعه البدنيه والاستطاعه الماليه. صراحه يعني نكون متحيزين شوي، الرجل لا يفوت القطار، يعني يستطيع ان يتزوج اذا كانت القدرات اللي حكيت عنها قبل شوي متوفره عنده، الماليه والجسديه والعقليه والنفسيه، ما في مشكله يتزوج. لكن بالنسبه للاناث لا بيختلف شوي، لانه في عوامل ايضا فسيولوجيه بتلعب دور كبير في هذا الموضوع، بتتاخر شويه الموضوع موضوع الولاده والخلفه اشياء زي هاي اكيد تلعب دور اساسي. لكن ما بجميع الاحوال ما فات قطار، يعني بالمفهوم العامي لا ما في شيء اسمه فات قطار للبنت او الشاب. حسب يعني المجتمع الاردني، خلينا نحكي المجتمع الاردني، انا يعني اعتقد انه فوق ال 40 اعتقد انه فاتها القطار بالمصطلح تبعك. يعني تقريبا هيك بعد سن ال 28 29 يعني هيك بيكون خلص فاتها، يعني لانه احلى شيء انه سن العشرين يعني يا اول يا اخره
بس انا بشوفه اخره احلى. هلا هو في عمر بحسه انه يعني في فتره الزواج بتكون يعني منيحه سواء للبنت او للشاب، بس انه عمر محدد لا فيش سن معين، بس الواحد ما يتجوز احسن. يعني كانت إجاباتهم متفاوتة يعني وأفكار مختلفة، كل حدا حسب تجربته بالضبط، وأفكار يعني منوعة ما بتيجي تقدر تحط قانون ويمشي عليه الكل بخصوص هذا الموضوع تحديدا. يعني هناك في بعض المواضيع اللي بتكون فضفاضة ومطاطة ومطاطية أيضا بكيفية التعاطي معها. لسه عم نستنى مشاركتكم معنا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. طبعا في فاطمة العلي بتصبح عليكي كاتي وبتصبح على فريق العمل، الله يسعدكم يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. حمزة السوالقة بيقول لك يسعد صباحك كاتي، وساجد حسين بيصبح علينا. احنا قاعدين بنستنى صراحة مشاركتكم على صفحتنا الخاصة حول هذا الموضوع. تعرفي يوم أمس حطينا سؤالنا على الفيسبوك متى يفوت شخص قطار الزواج، وكان هناك عديد من التعليقات، ومنها عمر شعبان بيحكي بحب أطمن كل اللي فاتوا قطار الزواج إنه القطار انقلب بالمتزوجين. سالم بيحكي بس يوصل المحطة ويلاقي بطلع. بالفعل بالفعل يعني إذا أنت لقيتي الشخص المناسب تطلعي من هذه المحطة، ولكن هذه المحطة هي انتظار للأفضل، مش إنه والله أخذ أي حدا ويلا عشان اسمني تجوزت زي ما بيحكوا. في واحد اسمه شعبان عمر بيحكي بحب أطمن كل اللي فاتوا قطار الزواج إنه القطار انقلب بالمتزوجين. صحيح يعني ولا حدا سلم ولا حدا سلم. ماهر زريقات بيحكي باعتقادي مصطلح قطار غلط، وجوده غلط كمان، عمره ما كان الحب والزواج له محددات، هاي مشاعر نابعة بالإنسان من جواته، بأي وقت ممكن يلاقي الشخص المناسب اللي بيقدر يكمل معه ما دام القلب بنبض هناك في حياة. أنا معاه. تعرفي شغلة، إذا ما لقيتي الشخص المناسب، نصيحة ما تربطي حالك بأي شخص. إذا ما لقيتي الشخص المناسب، مش كلمة زواج سهلة ولا الزواج سهل. إذا ما في شخص يحتويكي وتحتويه وتحس إنه هذا البني آدم دماغي جاي على دماغه، بني آدم عن جد بقدر أكمل مع الحياة، بقدر أكمل. أسامة بدي أسأل سؤال، تفضل يا أسامة، مين لازم يحتوي الثاني، الرجل ولا المرأة؟ تنين بالضبط، ما بزبط واحد لحاله. تنين اسمعوا، دائما بخلوا المرأة إنه المرأة أنت لازم تتنازلي. لا أنت ما لازم في تنازل، ما بنفع. شوف ما بنفع، أنا دائما بيحكوا ما هي المرأة اللي بتعمر الدار، لولا المرأة يا أخي. طب المرأة بتتحمل حمال بالضبط ماشي، بس كمان في دور إذا ما كان مقابلها عم بيساعدها صعب. يعني هناك العديد من الرجال هم الفاتحين البيوت مش السيدات، بس في شغلة في سيدات يعني بيقدموا تنازلات بس لمرحلة من المراحل خلص، يعني أنت وأولادك يقدم قليل، بس في بعض زي انا بعرف بعض الرجال هم اللي ربوا اولادهم بعد انفصالهم عن زوجاتهم، والعديد من القصص موجوده حوالينا. ولكن هناك رجال متعصبين لفكره الرجل الشرقي السيد، هذا اللي نحن من لا والله فيه، لا في اسامه، في العديد من الاشخاص. انت بتشوفي هناك يكون تكافؤ لما يكون السيد موجود بالبيت؟ لا طبعا. هلا في بنات عقلهم لسه شوي صغير بتقول لك انا بدي يتأمر علي، بدي هو يقول لي، هو يطلعني، هو يجيبني. في بنات بيرفضوا هذا الإشي. بعدين في شغله بدي اقول لك اياها، يعني اسامه ولكل الناس اللي عم بيشوفونا، المراه صارت جزء ما بتجزأ حاليا في الحياه الاسريه بشكل عام. صح. من ماده، من بتوقف ظهر كتف بكتف بجنب الرجل. فبهاي الحاله ما في تقول لي المراه هي اللي تقدم تنازلات، معناته اذا انا بدي اقدم تنازلات معناته انت كل شيء بدك تقدم لي اياه على بدون تذمر طبق ذهب. بالضبط. لا حتى بعض الاشخاص بحكي لك ما هي خلص لايش تتعلم، ما هي اخرتها للمطبخ. هاي بدنا لازم نلغيها كمان شوي. في هذيك مره قرات كومنت على الفيسبوك وكثير ضحكني، اب بحكي لابن بنته يابا ادرسي وبكره الشهاده بتفيدك لما تتطلقي.
مش بتفيدك هلا على يعني على الوجع حتتطلقي يعني حتتطلقي يعني انت عارفه يعني حتى الاهالي صاروا يحسبوا حساب انه هناك في طلاق وهناك انفصال. هلا ما بدنا احنا نكون تشاؤميين ولكن احنا بننقل الواقع. هناك العديد من قصص النجاح اللي بتجنن والاسر الرائعه ولكن المشاكل بتصير بكل عيلنا. ما في عيله تيجي تحكي لي عايشه حياه ورديه ولكن في هناك المشاكل هي نكهه الملح تاعي يعني حتى في بعض السيدات بتحكي لك انا رحت عند اهلي حتى اخذ قسط من الراحه. انا مع انك تروحي عند اهلك تاخذي قسطا من الراحه وتردي ترجعي بتعرفي هذا الشيء بالضبط. وعلى فكره بعض السيدات بتحكي لك انا ضحيت بحالي طول عمري مشان اولادي. هاي مشكلتك انت مش مشكله اولادك. اذا انت بدك تضحي بحياتك هاي شيء بترجع لك صح. اذا اولادك لهم حق عليكي حالك له حق عليكي كمان صح. العديد من السيدات بروحوا ايام بس هيك يعملوا اعاده هيك بناء لذاتهم. الست لازم لها هيك فتره راحه تفصل. انا مش حكيت لك روحي اسبوع ولا روحي يوم كامل. لو ساعتين بتروحي يوم لحالك مع صحباتك تشربي فنجان قهوه بتغيري كل الطاقه. روحي عند امك ساعد زمن مثلاً بدون مثلاً ولا مثلاً من اولادك بس هيك فيعني هاد بعطيكي طاقه. يعني انا مرات ما بدي افصل جد بروح هيك عند اهلي بقعد هيك لحالي وانا يعني خلص خليك بالبيت او بيكون بالمدرسه لانه مرات اذا كان الزوج بالشغل تروحي تقعدي هو بالمدرسه روحي اقعدي لك ساعه او اطلب انت وامك تطلعوا. مش حكيت لك الا كافيه يحط لك مبلغ وقدر والله سندويش فلافل بالسياره. الستات اللي ما بيقدروا يطلعوا مع ما بيقدروا يطلعوا واولادها لسه صغار وهيك فعليا تودي عند امها وتطلع واذا امها ما قدرت مثلا عند لا لا عند الحماي كمان ليه بس انا ممكن الحماه ما بتتحمل وممكن الام عندها ظروف. يا ستي اختك جيبوا لي اياهم ايوه المهم انه عندي لازم اطلعوا لازم تاخذ بريك لازم تفصل. شريهان مربي ولاد خواتها شكلك ام من الغوله شريهان وساعتها مربي خواتها تمام طيب. خلينا نروح لعبد الحميد تليخ بيحكي عنا بهالبلد صار تلاقي فوق 35 مش متجوز اشي طبيعي من الظروف المحيطة فيه بس لما تكبس مع الواحد جيزة بركب مش قطار بركب مكوكو بالفعل اعقل وتوكل على الله وخلي القطار يدهسك والرازق ربنا. هلا ما هو مرات احنا كمان بصير يلا حتى الشباب بقول لك اخذ لي اي بنت عشان يعني بدي اتجوز. هلا كمان نحكي نحن بنحكي عن مستوى الثقافي هذا شيء كثير مهم مهم جدا والمستوى الاجتماعي. البعض بيحكي لك لا ما هو لا المستوى الاجتماعي بيلعب دور صح. صدقوني يعني اذا كان هناك تفاوت بالمستوى الاجتماعي تحديدا عند الفتاه حتى يعني اذا كان الأسري. يعني حتى اذا كان مثلا الفتاه مستواها كثير اعلى من الشاب صراحه رح تلاقي مشكله بعد فتره. حتى لو ما لقتها هلا بكره لما تخلف اولادها على الاقل بدها يعيش اولادها زي ما عاشت هي مش رح تلاقي هاي العيش فرح تنضغط. لان احنا ما بنحكي انا ابوي مش ما كان مليونير ولا ما كان اصلا عمل حاله هو بحاله وضعه طول عمره عادي بس عملوا تغيروا. هلا ما بتقدر تطلع درجه بالمستوى الاجتماعي اللي احنا فيه. الحياه تغيرت اهالينا طلعوا درجه ولكن هلا صعب على الشباب يطلعوا درجه فعشان هيك بنحكي يشتغلوا لاولادهم على مقاعد الدراسه عشان انت ما توصل 30 بدك تتجوز وضعك بكون كتير منيح صح 100%. عرفتي انا هذا ما بحب انبه عليه. بدي بس احكي شغله قبل ما نهاي كمان انه لازم لما بتبحثي عن شريك طيب بس احكي بس هاي لازم لما طيب خلينا نطلع فاصل ماشي اسامه. البنت لما بدها تتزوج انا من وجهه نظري انه لازم اول شيء بدك تتفرجي عليه انه اهله زي اهلي هذا البني ادم عقله زي عقلي الحياه ممكن اكمل معاه ومع اهله لانه انت هلا راح تصيري لا راح يكونوا اذا كانوا مناح معاها اكيد انت بتناقش بهذا الموضوع انقل هلا اكيد ما راح اسمعوا عن جد انا بدي احكي لكم شغله لانه احنا بالجاليري منفعلين بالجاليري يعني الموضوع شيق لانه كل واحد له رايه اكيد هذا موضوع متفاهم هلا كل واحد حسب التجارب اللي حواليه هلا انا انه يكون زي اهلك هي راي المخرج بيمشي 100% يعني عم بيحكوا جوا انه تكون زي اهلك صعب. هلا ممكن يحبوكي المخرج بيحكي الواحد الواحد ما يتجوز يا ربي مرته يا ربي مرته تكون بتسمع. طبعا تحيه لوالد طبعا لوالدة مخرجنا وايضا لزوجة مخرجنا اللي احنا بنحبها بنقدرها جدا سيده مثقفه على قدر كثير كبير